برزنتيشن سبورتس، الكورة حياتنا. هذا المنضاعف في لقاء كان متقدم فيه نادي الأسيوطي بهدف شيلونجو، لكن اتعادل نادي طنطا. ادي التمريرة البينية، ممكن أجايي، جول جول جونيور أجايي. الاختراق، التمريرات، البينيات اتلعبت 10 على 10. الاسيست هو جول، التمريرة الحرارية هي الجول. مش ممكن، وجونيور أجايي بدون أي فلسفة من لمسة واحدة على شمال اسلام طارق، الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 61. بص الكورة، بص ميدو جابر، بص البينية، 10 على 10 والركنة 20 على 10 من جونيور أجايي. هدف أول لصالح النادي الأهلي والهدف رقم 68. لكن ميدو جابر يقول لي أنا غايب إيه؟ غايب إيه يا راجل يا طيب؟ ده أنا موجود، موجود على طول. جونيور أجايي بيستلم الكورة من اللاعب الكبير ميدو جابر في خمس لقاءاته، أسيست ولا أروع. وبص الكورة، بص الكورة وبص الثقة. مش مع اسلام محارب، يتعاطف مع اسلام طارق. صبري رحيل، ممكن هنا العرضيه من صبري تتلعب مروان محسن. مروان محسن حلوه، مروان محسن يلف 180 درجه، نازل عايز يسجل وبيسجل. يا راجل الهدف هدف، سيبك انت. مروان محسن يغيب يغيب، لكن حلاوته موجوده وقدر انه يسجل. توقعت انه يمررها لاسلام محارب، لكن فاجئني وفاجئ اسلام طارق وفاجئ النحاس، وبيسجل الهدف الثاني لصالح النادي الاهلي. حلوه من مروان، العرضيه من صبري رحيل مع اليتش، لكن وصلت وصلت. ادي لمسه وادي الثانيه على طول على شمال اسلام طارق. صبري رحيل اخيرا اسيست، اخيرا اسيست من صبري رحيل. بص اللمسه، بص اللفه، 180 درجه، 180 درجه لمروان محسن عشان يسجل تاني اهدافه مع الاهلي في الدوري. حلوه، ثبته، ثبت اسلام طارق في الارض وحطها على الارض قويه. هدف تاني لصالح النادي الاهلي. تغيرت الارقام في العمق، توصل عند اسلام الفار يفتح اللعب. بص هنا الرؤيه اللي موجوده عند اسلام الفار لاحمد خالد، والعرضيه في منتهى الخطوره وتعدي محمد جابر، والتسديده وجول، تسديده وجول. هدف يستحقه الحقيقه نادي طنطا لانه ظهر بشكل جيد في هذا اللقاء، ولكن بيقلل الفارق في الوقت المحتسب بدل من ضائع في الدقيقه 91. محمد جابر، لكن عدت الكل. بص هنا احمد خالد، والتمريره كانت من اسلام الفار، تعدي منه ومحمد جابر يحطها على يمين علي لطفي عشان يستقبل اولى اهدافه في شباكه مع النادي الاهلي. وادي محمد جابر بيسجل، احد نجوم نادي طنطا. لكن هدف حلو، في عرضيه متقنه من احمد خالد وفي ركنه من اللاعب محمد جابر اللي سجل خمس اهداف عشان يتساوى مع مصطفى محمد وسيف الدين الجزيري كهدافين لنادي طنطا. خبطت والله في رجل ايمن اشرف.